كابتن أسامة، ألف مبروك للنادي الأهلي. فوز كنا نتمناه، يعني احنا كنا نتمنى قبل المباراة ان النادي الأهلي على الأقل يطلع كسبان 2 أو 3-0، ولكن الشوط الثاني سيبنا الاستحواذ والسيطرة لسان داونز. ايه وجهة نظر مستر موسيماني الشوط الثاني بالذات؟ هل ان هو يسيب له السيطرة والاستحواذ ويلعب على الكرات الطويلة؟ طب انا يعني حتى مفتقد السرعات، مفتقد ان المجهود، احنا شفنا الشوط الثاني تقريبا معظم اللعيبه واقعه، حتى اجاي اللي هو بعيد بقاله فتره برضه تحس ان هو بعيد عن مستواه بدنيا، طبعا مش في افضل حالاته، فافتقدنا الحلول الهجوميه. ايه وجهه نظر مستر موسيماني في تغيير اسلوب اللعب الشوط الثاني؟ عشان المحافظة على النتيجه. هو حاسس ان سان داونز عنده استحواذ جيد، فهو جايب جون، فيقول لك انا هاخر نفسي للنص ملعبي وهم هيتقدموا للهجوم اكتر، تتفتح مساحات اكتر، فاقدر العب خلف المدافعين، لان كل ما انت يعني لو النتيجه كانت لسه 0-0 غير لما النتيجه بقت 1-0. 1-0 هو هيضطر انه يزود الشكل الهجومي كويس، ويفتح مساحات في ظهره اكتر. لكن كويس، هي الفكره هي الفكره مش في كده، ما انا ممكن اعمل كده وممكن اعمل من اول الماتش كده، هي الفكره حاله اللعيبه والاداء اللي اتقد. ايوه، لكن مش الفكره ان احنا رجعنا او ما رجعناش، هو اساسا في تعب واضح من على فكره من بدايه اللقاء. أيوة، يعني احنا يمكن الشوط الاولاني اتكلمنا سريعا، الوحيد اللي في احسن حاله ليه حتى سيبك من فنيا، أيوة، بدنيا وقوه وسرعه انقضاض وشراسه بتبان، اصلي التعب بيبان في الايه، في حدة السبرنت، في حدة الضغطة، كرات المشتركة، كرات المشتركة بتبان. فالواضح ان ديانج هو اللي كان عنده ديت طوال ال 90 دقيقة. طبعا هو قال الشوط الثاني انه تقريبا تعرض لضرب جامد، لا واكثر عمل واحد فوق العادة، مجهود كبير. صح، انت تقدر تتحمل 2 لعيبة مثلا ما يكونوش بيجروا، 3، لكن في 7-8 حتى كميات الجري مش 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 واضحة. صح، ف مستر موسيماني كانت مفهومه انه يقفل في التلت الاخير او نص ملعبه ويبتدي يلعب على هجمات مرتده سريعه بكور طويله، حاول فيها مره ولا مرتين ولكنها لم تنجح الا غير في الكره الاخيره، الحمد لله خطا كبير من اونيانجو حارس مرمى سان داونز كلفهم الهدف الثاني اللي كنا محتاجينه جدا في الظروف دي. يعني انت حتى قبل الماتش يا ايمن لو بنقول النادي الاهلي هيعمل احسن ماتش في حياته، ما كناش انا عن نفسي ما كنتش اتمنى اكتر من 2-0. يعني 2-0 بالنسبه للنادي الاهلي نتيجه كبيره مع فرقه زي دي تبقى حاجه كويسه. فالحمد لله انه انا يمكن قلت نقطتين في الاول لما انت كنت بتكلمني على طرق اللعب وكده، قلت لك مع طرق اللعب ومع ان مستر موسيماني عارف سان داونز وبتوع سان داونز عارفين فرقه النادي الاهلي، في نقطتين قلت لك مهمين جدا، حاله اللعيبه يوم المباراه، ودي للاسف ما كناش موفقين فيها، وقلت لك حاجه تانية التوفيق، انه التوفيق مهم جدا في كره القدم. فالحمد لله النهارده ان احنا ما كناش في حاله جيده، ولكن ربنا كرمنا بالمكسب وبالهدف الثاني تحديدا كمان. يعني سيبك حتى من المكسب بنتيجه 1-0 واحنا مثلا ادائنا مش حلو، لا كمان الجون جه في ظروف يعني ما تحسش ابدا ان احنا خلاص، يعني احنا لو طلعنا ب1-0 كنا هنبقى مبسوطين. فالحمد لله انه التوفيق كان معانا النهارده. الحاجه الثانيه غير ديانج، انا طبعا بحيي جدا 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 الشناوي في الكرات العرضيه من الكرانل او كره اللي الراجل لعبها متوبه على الارض وقدر يصدها، صعبه جدا، الثانيه اللي في المقص دي والثانيه اللي اتشاطت في المقص وطلعها كان ممتاز. يعني دول افوى اثنين، وزي ما انت قلت هاني يعني في الناحيه الهجوميه الكرات العرضيه بيلعبها باستعجال وفي وقت مش مظبوط، لكنه بذل جهد دفاعي جيد، يعني كان بيحاول كتير، يعني حاول كتير ورغم ان كان في ضغط عليه، لكن بدر بانوني الشوط الثاني لحد ما تحسن. لكن هي الفكره انه النهارده كمان قفشه ما كانش في احسن حالاته، وقفشه من العناصر اللي بتدي ايقاع للعب النادي الاهلي. صحيح، يعني تحركاته لما بيتحرك كتير بيعرف يستلم، بيعرف يلعب الناس، بيعرف يروح على الجون. النهارده كان يعني مجهد شويه،
غير مثلا الحاله اللي كان فيها في ماتش الزمالك. فالحمد لله على النتيجه، النتيجه تعتبر جيده جدا 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 جدا، وان شاء الله هناك الامور هتبقى اسهل، لان هم عندهم مشاكل كبيره جدا في الخط الخلفي مزبوط. وبالذات من دوس سانتوس اللي هو رقم 3 يعني جدا. اتفضحوا في الجون اللي جابه طاهر محمد طاهر، يعني التفكير ده ايمن دام انت دخلت وشوت قبل كده، طب ليه احنا ما كررناش لا يعني الحكايه دي صحيح. وفي عدم تفاهم خلي بالك بطء كبير قوي في الدار اللي قدام. لا عندهم بطء في التصرف كمان يعني لما بيحصل ضغط عليهم بيغلطوا كتير مزبوط. فهم طبعا دلوقتي النتيجه بقت 2-1، هيحاولوا يتقدموا بخطوطهم اكتر فهتفتح مساحات اكتر فسهل هناك كمان انك تحرز فيهم اهداف وانت مش مضغوط بعد الهدف الثاني الحمد لله اللي جه في الدقيقه 90 مع نهايه اللقاء. طبعا ده هدف الجميل اللي جابه طاهر محمد طاهر، يمكن دي احسن ما قام بيه في المباراه، استلم كويس ورقص وبعدين سنة الثاني دي وسعت له وحطها في الزاويه البعيده على وخد الجرأة انه يسدد، ما هو لازم للمهاجم كده ما انا بقول لك هو يعني تصرف تصرف كويس من الاستلام من التفكير انه يرقص الراجل وبعدين وسع لنفسه كمان تاني بزقه خفيفه وبعدين تصويبه يعني يعتبر بوجه القدم الداخلي وراحت في الزاويه البعيده هدف جميل يعني. فالحمد لله النهارده على النتيجه وان شاء الله ان شاء الله نكتب الامور اسهل باذن الله رب العالمين.